200 camels took part in a beauty pageant in Yemen's eastern province of Hadramaut last week. Camel owners brought their animals along from various Yemeni provinces to the contest. It was held in the Kaf al-Amamir district. The camels were judged according to their pedigree, coat, neck, head and hump. The beauty pageant is held in the same area each year. Some attendees have to make a long journey to reach it. The contest was held on Thursday and Friday in Yemen's eastern desert. الصباح اليوم بدنا في شوط الجمل. قد خلصنا من شوط العمانيات المحليات العصائل وكل العصائل. انت نوم سمعان وكل معانا العصائل. قد خلصنا من الخمس العصائل والحين بنبدأ في شوط الحماس شوط المجاهيم الخمس وبعد شوط البيرق شوط التنافس شوط التحدي البيرق شوط العشر المحليات وبيض الله وجاهم ونتمنى منهم الفوز والنجاح الهدف هو المشاركة عند اخواننا وفي المهريان الطيب اللي تاريخه واخباره بعيد وقريب وشاركنا من بعد من مسافة بعيدة وتعنينا والحمد لله فوق تعنوتنا ربي ما خذ تعبنا بلاش وتصدرنا بالمركز الأول والحمد لله رب العالمين